مدام سعيدي، مش نرجع نفس الكلمة اللي قلتها قبليك، ضموا الصفوف، ضموا الصفوف حتى في البرنامج الاقتصادي، خاطر المرة الجاية حد ما ينجمش يعمل حاجة إذا كان ما تكونش فما تضافر نتاع الجهود نتاع الأحزاب الساعة الكل باش نجموا نعملوا برنامج نتاع إنقاذ، خاطر تونس على حافة معناها حافة الإفلاس، الاقتصاد نتاعها الضعضع. هذه حاجة بالنسبة للاتحاد من أجل تونس، عندنا توجهات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبرى فيها ساعة إعادة الاعتبار للدولة، فيها معناها الاستراتيجية اللي لازمها تكون حول الإرهاب وغيره، خاطر مادام فما إرهاب في البلاد المستثمرين ما يشوش يستثمروا. وفما عنا مناطق، عنا بالنسبة لي مثلا منطقة مثلا قبلات الناس خايفة منها، البارح كنت في قبلات، ناس معناها عايشين فقر كبير، فما نسبة نتاع فقر كبير ونتاع أمية ساعة في ولاية معناها باجة. بالنسبة لنا مقاربتنا مقاربة تشاركية، ما نجموش نعملوا حاجة إلا من نعملوا تشخيص مع المواطنين ومع المجتمع المدني، ومن خلال هكا التشخيص هذيك نلقاو الحلول الجهوية على كل على مستوى كل معتمدية، من جاز الباب ولا باب ولا قبلات ولا نفزة، ولا كل معتمدية عندها خصوصيتها. بالنسبة لنا في هدايا في الإطار هدايا نعرفوا بالمليح أنه كما جاء في الروبورتاج 91.1% معناها أراضي فلاحية، فما برشا أراضي اشتراكية ممكن توزيعها على معناها المواطنين ولا على العاطلين على العمل، وهوني معناها إعادة الاعتبار للعمل الفلاحي. فما معناها معامل سكرت في باجة نجم تحل كما معمل معناها الياغورت، فما توسيع معمل السكر، فما شط الزوارع اللي ممكن يكون فيه معناها برامج اقتصادية سياحية واللي تدخل ديناميكية داخل الجهة، فما برنامج طموح عملوه مجموعه من المجتمع المدني وشاركت فيه اطراف معناها سياسيه، هذا برنامج جنان مجرده اللي يفتح باجه على معناها المحيط نتاعها ويخليها قبله معناها للناس وللزوار وغيره، باجه على مستوى مثلا البنيه التحتيه بنيه مهترئه، وهذاك علاش احنا نشدوا صحيح على الدور الاستراتيجي للدوله. شكرا لك.